ملكات الحلوين، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الملكة تواجه. النهاردة هنواجه مع بعض جميع مشاكل البشرة، حبوب، ترهلات، تجاعيد، أي مشكلة بتواجهنا هنحلها النهاردة إن شاء الله مع بعض. عشان كده لازم يكون معانا ومعاكم خبيرة التجميل اللبنانية عبير علي. أهلا بيكي. أهلا بيكي، نورانا يا عبير حبيبتي. الأول كده عرفينا بنفسك. أنا اسمي عبير علي، أنا certified beautician and cosmetologist و make up artist. أخصائية تجميل و make up artist. أوكي. كان عندك شغل في لبنان قبل ما تيجي مصر هنا؟ الفرع عندي فرع بلبنان وده okay. الفرع الثاني فتحته بأكتوبر بفاميلي مول. فرع لبنان بقاله كم سنة هناك؟ بقاله كتير، يعني 15 سنة مثلا. حلو قوي ما شاء الله. طيب النهاردة عايزين نعالج مشاكل البشرة كلها مع بعض، نتكلم فيها حاجة حاجة. أوكي. لو اتكلمنا أول حاجة عن الحبوب، لو في واحدة عندها حبوب في بشرتها ممكن تعالجها ازاي؟ ممكن تلجأ لبروسيدور يعني أو إجراء مش صعب قوي، يعني ممكن تعمل ديرما بان، أوكي، أكني، وبعد كده تعمل تقشير. هو التقشير في كذا تايب من التقشير انت عارفة، بس ممكن نعمل حاجة حلوة وبسيطة هي اسمها سمارت بيلينج. دي حاجة بتشيل اثار الندبات واثار حبوب وكلف، وبتعمل تبييض وليفت بنفس الوقت. يعني الدرما ممكن تعمل كذا حاجة مش حاجة واحدة؟ الدرما بلس تقشير بتعمل حاجات فظيعة. يعني ممكن بعد ما نعالج الحبوب نعمل نضارة للبشرة؟ ممكن نعمل نضارة، ممكن نشيل الأثار الحبوب، ممكن تبقى عندها بشرة حلوة قوي، يعني بشوية مجهود تبقى عندها بشرة كتير حلوة. طيب عايزين بقى نتكلم في حاجة مهمة، ايه الفرق بين التقشير والديرما؟ ايه اللي بيجيب نتيجة احسن؟ بصي، هي الديرما بان عبارة عن شو؟ هي امصال الفيتامينز مختلفة بتفوت ديب في البشرة. أوكي. يعني مش بتفضل برا، مش سطحية، يعني بتخش جوه الجسم. أيوة، جوه البشرة. فهي عشان هيك بتعطي نتيجة أحلى من الكريمات والحاجات دي يعني. تمام. والتقشير على فكرة بيحفز كولاجين. التقشير؟ تقشير بينشط الكولاجين بقلب البشرة. وبلس التقشير اللي عم أحكيك عنه هيدا هو عنده يعني حاجتين حلوين، قلت لك بيقشر بيشيل مشاكل البشره السطحيه، وبلس انه ليفتنج، برضه ليفتنج يعني بيشيلنا، بيعطينا توحيد لون، بيعطينا نضاره، وبيعطينا برضه بيعملنا ليفت. ممكن حد يجي لك يقول لك انا عايز اعمل ديرما، تقول انا هعمل لك تقشير مش ديرما؟ انت اللي بتحددي ولا هو بيحدد عارف هو عايز يعمل ايه؟ لا، هو انا بنصح ولازم يكون عندي مصداقيه بالانا بقوله. يعني انا بشوف الست، اوكي، بشوف وجهها، وانا بعطيها يعني اللي عن جد لازم تعمله، يعني من الاخر عرفتي، يعني لازم يكون في عنا مصداقيه ونعطي نتيجه، كمان نتيجه حلوه. فهي ممكن مثلا تقول لي انا عايزه كده، فانا ببص لا، انت لو عايزه كده مش هتوصلي للنتيجه اللي انت بدك اياها. ممكن انا وياها اقنعها عن جد بطريقه علميه انه ده المفروض يتعمل. يعني طيب الديرما بتجيب نتيجه بعديها بقد ايه؟ ديرما بان مثلا ممكن تلاقي من اول جلسه نتائج حلوه، يعني ما متوقع انه انت تاخدي بهالسرعه نتائج. أوكي. بس هي تقريبا محتاجه مثلا 3 لـ4 جلسات تقريبا، مره كل اسبوع او 10 ايام تقريبا، مره كل 10 ايام. طب تحبي تقولي ايه بقى البنات اللي هم بيجوا عايزين يعملوا الحاجه ويلاقوا نتيجه على طول، ما بيستنوش شويه لغايه لما ياخدوا وقت؟ لا، من قبلهم انه ما فيش حاجه مثل السحر، يعني كله محتاج عصايه سحريه شوية هنا. لا، شويه صبر. شوفي، هي هتلاقي نتائج، هتلاقي بعد اسبوع، بعد 10 ايام. بس الحاجات دي مثلا انت لما بتعمليها مش بت يعني اول ما بتعمليها بتعطي حمار مثلا البشره، بعدين بتبتدي البشره تقشر. اوكي، عرفتي، وينزل مثلا الديرما بتقشر برده. الديرما بتقشر عندها في تقشير بس خفيف يعني، وفي ناس ممكن تقشر اكتر من ناس. اوكي، فيعني تصبر وهتلاقي نتيجه حلوه قوي. لا، هنا على طول مستعجلين عايزين يجوا المكان يعملوا الحاجه يلاقوا نتيجه.
لا حيلاقوا نتيجة، هو بس بعد ضروري. فترة، لازم تقولوا من بعد فترة مش من أول أيوة، سيشن. ومش فترة طويلة يعني، يعني حيلاقوا بدري يعني نتيجة حلوة. التأشيرة ليه أنواع؟ في أنواع، في التأشير اللي نعمله بالبيت مثلا، هيدا التأشير بالسكرابات أو اوكي كليننج أو كده، وفي عندك تأشير الميديوم مثلا، في عندك تأشيرات مثلا تجي كيميكال او تأشير قوي. يعني احنا عم نحكي عن تأشير ما عندوش سايد افكت، يعني هو تأشير مش باسيد وحاجات يعني تخافي منها، لا تأشير بريتين، ريتين اه يعني عنده افكت حلو قوي بتأشير البشرة. محتاجين بقى نقعد في البيت شوية بعد التقشير أو بعد الديرما؟ اي شوفي، هو مثلا يوم حتقعدي مثلا بعد ما تعملي درما بان وتقشير وهيك، مش حتروحي تتفسحي وهيك، لا يعني حتقعدي بالبيت 2 3 ساعات كده ويبلش وجهك يروق، وبعدين على طول نحط سان بلوك. لو وسان احنا في بلوك البيت ولا واحنا خارجين؟ لا نخرج بالشمس وهيك، سان بلوك، سان اوكي بلوك مهم جدا على فكرة، تقشير وغير تقشير، لأنه الشمس بنعرف إنه بتعمل حبوب وكلف وهيك، وفي بلس في حاجة يعني بتعملها وحشة قوي، هي بتبخر السوائل بتاعة البشرة يعني، فهي اوكي بتعمل تجاعيد مبكرة يعني. فنحن داخلين على صيف وهيك، فناخد احنا بالنا اوريدي في قوي. الصيف قوي دلوقتي. أيوة، نشرب مي كتير اوكي ونحط الصن بلوك بتاعنا، وممكن نزوده كل 2 ساعات، نزود الصن بلوك يعني طول ما احنا بره سان بلوك معانا كل ساعتين كل نحط ميه. 2 ساعات لو اوكي بتأشير أو من غير تأشير، عشان إنه يعني نرتاح من هي الشمس بتعمل مشاكل كتير قوي يعني. طيب، في حاجة مهمة بقى، جالي سؤال عن التجاعيد اللي بتكون حوالين العين أو فوق الحواجب، دي الأحسن نعملها في الأول أول ما تظهر على طول، ولا نستنى شوية لغاية لما المكان كله يتملي ونعملها مرة واحدة؟ شوفي، كل مشكلة لو لحقناها من أولها فهو أحسن بكتير في البداية طبعا، يعني لو بلشت نعمل علاج من الأول فهيبقى الموضوع أسهل وأحلى، ويعني مش نهمل نفسنا ونصير عايزين بروسيدور كتير وهيك اوكي يعني. فمثلا تنقول انه حنبلش نعالج نعمل بوتوكس، فنبتدي بدري شوية، مش بيقولوا لك لا او بدري، لا هو البوتوكس ايه يعني، يعني هو نوع من انواع العلاج. هو شوفي، هو العضلة او البشرة وقت بتجعد فهي اللي بتكون عضلة كمشت كده اوكي كمشت، فبتيجي بنحط مثلا البوتوكس بيعمل ايه، بيرخي العضلة. اوكي فلما بيرخي العضلة مثلا 6 شهور، فالعضلة مش منها مجهدة، مرتاحة. مرتاحة، يعني واحدة شقيانة زي واحدة مرتاحة. بتتكلمي مصري حلو على فكرة. فيعني حتى يعني في ناس بتعمل حاجة يعني وقائية، يعني بتعمله بشكل وقائي، ما عندهاش مثلا تجاعيد كتير، بتعمله بشكل وقائي وهو فعال جدا موضوع التجاعيد، وعلى فكرة يعني بيتفشى لقدام يعني. طب احنا في صور معانا على الشاشة ممكن نتكلم عليها دلوقتي، دي عاملة ايه؟ دي فيلر. فيلر بسيط، شفايف في بسيط اوكي قوي، مبين ناتشورال. وعلى فكرة هقول لك حاجة، انتي لاحظي انه شفايفها كانت كبيرة والفيلر لم شفايفها، لاحظتي الموضوع؟ يعني هي فوق بيفور وتحت افتر. ايوه. اوكي وفي حلو عندك اوي. السادنس لاينز اللي حوالين، او اسمهم خطوط الحزن. الخطوط اللي هي في الجنبين ايوه، حوالين. فليه حزن، ليه اوكي مش عايزين؟ دي اتشالت. فعرفتي بقى حاجة بسيطة، هي حاجة ناتشرال يعني، باينة ناتشرال قوي. في صور تانية معانا. دي ايوه، عاملة ايه؟ كمان فيلر خفيف يعني بسيط، وصلحنا حاجة في الدقن كمان. بصي الدقن كانت مش الدقن هنا مستوية، غير هنا. فعلا، يعني الفيلر ممكن كمان للدقن الفيلر بيعبي يعني، هو الفيلر مادة مالئة يعني. بيعبي، يعني بيملى. ايوه بيملى. حاول ترجم لهم معاكي. ماشي، هو مادة مالئة بتعبي يعني. ممكن انت يكون عندك ترهل تعملي فيلر، ممكن يكون عندك مثلا وجهك ضعيف مثلا برضو تعملي فيلر. طيب في صور تانية معانا؟
معانا مداخلة تليفونية. أهلا بيكي أستاذة فاطمة، أيوة اتفضلي. أهلا بيك، اتفضلي اتفضلي. معاكي أستاذة عبير، اتفضلي اتفضلي. ممكن تقولي على حاجة لتفتيح البشرة بأسرع وقت؟ تفتيح البشرة عندك كام سنة الأول؟ عندي 17. بتعرضي للشمس، بتخرجي بتشتغلي؟ ايه؟ بتخرجي بتشتغلي بتعرضي للشمس ولا قاعدة في البيت؟ لا بتعرض للشمس طبعا. طيب حاضر، هخليها تقول لك. حاضر اوكي، ميرسي يا شكرا. بقول لك اتفضلي. ممكن تقولي الحاجة اللي الشكايب؟ حاضر اوكي، هتجاوبك حالا اوكي. شكرا ليكي. عايزة تفتيح؟ تفتيح البشرة، اه هي بتخرج في الشمس. أيوة. وحاجة تشققات الشفايف. شفايف ايه؟ عندها تشققات. اه اوكي. بس هي صغيرة 17 سنة. 17 سنة آه. ايوه صغيرة. هي بتقول عايزة حاجة تفتيح سريع للبشرة، فأنا تفتيح. متوقع انه عندها مثلا مناسبة. لا، او عندها مثلا حاجة تصبغات، ممكن يكون عندها تصبغات بالبشرة وكده. ممكن اكيد غامقة شوية عشان كده عايزة تفتح. ايوه تقشير وديرما، ديرما بان وايتنينج. اوكي. ديرما بان وايتنينج وتقشير هينفع معاها قوي قوي. من اول مره هتلاقي فرق مثلا بتاع 50 أو 40%. ارقام التواصل هتلاقيها موجوده في الحلقه، اتواصلي مؤسسة عبير، هتعمل لك درمة هتفتح البشره وهتجيب نتيجه حلوه جدا. في صور تانية معانا ممكن نعرضها. اوكي طيب، ارقام التواصل موجوده، اتواصلي مؤسسة عبير. هنرجع نتكلم عن الفيلر. انت قلتي الفيلر ممكن يملى الاماكن الفاضية ضعيفة، يعني آه. الوجه مثلا لو ضعيف، مثلا في ناس مثلا عندها هون ضعيف قوي، مثلا عندها لو واحدة وشها نحيف، يعني ممكن تملاهم بالفيلر. تملاه بالفيلر وممكن نشتغله بطريقة very natural، يعني وما يبانش انها عايزة عاملة يعني. واللي عايز يبان عادي نعمله يبان يعني. بس ممكن ينشغل بطريقة طبيعية ويبان ناتشرال وتبقى مبسوطه، يبقى عندها ثقه بنفسها احلى وكده يعني. في انواع بقى للفيلر والبوتوكس، ولا هو بيبقى نوع واحد؟ والمده بتقعد قد ايه، كام شهر؟ البوتوكس مثلا من 4 لـ6 شهور. في حاجه، في طبعا في حاجه يعني، في حاجات احلى من حاجات يعني. اوكي انواع، يعني في انواع مش هقول اسامي. لا، حاجات كده. ففي حاجات البروتين، ماده البروتين فيها مش موجوده، وده حاجه كويسه بالبوتوكس، عشان البروتين ده ممكن يعمل مشاكل حساسيه بالبشره كده. ففي انواع يبقى مش فيها البروتين، فيبقى السايد ايفكت بتاعتها اقل. ما فيش سايد ايفكت. اوكي طيب، نطلع فاصل نتفرج على الفيديو ونرجع تاني. خليكم معانا، رجعنا على طول. هاي، انا اسمي عبير علي، انا ميك اب ارتست واخصائية تجميل لبنانية. بدي ادعي كل ست وكل صبية على ليبانيز بيوتي سنتر. هون بتلاقي كل شي بخص جمالك تحت اشراف نخبة من الاخصائيين.
رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل وشفنا الفيديو مع أستاذة عبير. معانا مداخلة أستاذة فاطمة. ألو، اتفضلي. أهلا بيكي. أيوة دكتورة، اتفضلي معك أستاذة عبير. أنا كنت عايزة أسألك على حاجة. اتفضلي. هو قال هو كريم أساسه كريم فيري و البطنة والكبيرة، هل هم مشاكل البشرة الفاتحة؟ لا معلش، تاني السؤال، واحدة واحدة كده. تاني سؤال. كريم انتي بتقولي انواع كريمات؟ كريم والبطنة والكبيرة. الفيلر والبوتوكس وايه؟ كريم والبطنة والكبيرة، الثلاثة لهم مشاكل فاتحة البشرة؟ انتي سامعة السؤال؟ لا انا مش فاهمة. طب البطنة الايه؟ وكبير؟ هي بتقول اسامي ماركات يعني؟ مش عارف. لا انا عايزة السؤال اوضح شوية معلش. طب شكرا على اتصالك وكلمينا تاني عشان انا السؤال مش واضح عندي. هي قالت ثلاث حاجات بس انا مش عارفة. تقريبا اسامي ماركات او حاجة بس. هي بتقول حلوة للبشرة؟ انا فهمت كده يعني. انا سمعت البوتوكس بس انا ما فهمت. طب كلمينا تاني يا فاطمة عشان نعرف السؤال عشان نجاوبك عليه. نعلق على الفيديو. انا شفت حاجات حلوه قوي الصراحه. حبيتي عامله ميك اب حلو قوي. وكان في حد بيعمل فيلر شفايف. انت بتطلعيها ناتشرال قوي، اكن مش حد عامل اي حاجه غير بشكل جميل. يعني شوفي الضبط، مثلا في عندك ناس عندهم شفايف فوق رفيعه وتحت كبيره، او في عندهم تشقق كتير بالشفايف، او بنعمل يعني بنعدل. اوكي عرفتي، منظبط القياسات مثلا، بيعطي غير يعني، بيعطي شكل حلو كتير. انت بتحددي مثلا الشفايف محتاجه قد ايه، محتاجه ان احنا يعني كام، هي بالبوينت ولا بالميلي ولا؟ شوفي انا بحب احكي مع الكليونت بتاعتي. اوكي انا بحب احكي معها وهي شوف هي عايزه ايه، هي حابه ايه، هي حابه توصل لايه، يعني شوف التصور بتاعها وانا انصحها يعني، عرفتي؟ لان هي مش عارفه مثلا لو عملت هيك هي لشو هتوصل يعني. اوكي فنتكلم مع بعض، شوف دماغها ايه وهيك، وانا بنصحها نعمل ايه وما نعملش ايه. طيب حاجه مهمه بقى، عايزين نتكلم عن الميك اب. ايه الفرق بين ميك اب الصبح وميك اب الليل، ميك اب سوري؟ قبل اي حاجه انا عايزه اشكر استاذه عبير على الهواء، عملت النهارده ميك اب حلوه جدا، فبجد انا بشكرها، ميرسي جدا ليك. زي القمر على فكره، ربنا يخليكي. انا ما شفتش كده يعني عسل. لا انت شغلك حلو قوي، برافو عليكي حبيبتي. ميك اب النهار يبقى يعني نبعد عن اي حاجه شايني تلمع. اوكي يبقى ناتشرال، يعني يبقى مثلا بيز طبيعي حلو، خلي الخدود شوي مورده يعني. اوكي ممكن جلوس بسيط، ماسكارا، يعني كده ميك اب نهار. ميك اب السهره بقى او ميك اب الليل يعني الشادوز والجليتر مثلا لو عايزه الهايلايتر، فيعني عشان يعني نعمل الوان وهيك يعني. معانا مداخله تليفونيه ممكن ناخدها. زينه معانا، اتفضلي. الو، اتفضلي معاكي. اتفضلي فيك، بس كنت عايزه عن طريقه لتفتيح البشره سريعه. حاضر اوكي هجاوبك حالا. تفتيح البشره برضو تاني. تفتيح البشره هو في تركيز على موضوع تفتيح البشره. أوكي. عايزه تفتيح سريع، تبقي تعملي ديرما بان وايتنينج. اوكي بلس وايتنينج، تقشير مكثف وايتنينج، هتلاقي فرق. بعد كده هتلاقي تكثيف. يعني ايه تعمل ورا بعض سيشن ورا بعض؟ لا ممكن يبقى كونسنتري يعني. أوكي. احنا نركزوا يعني، فممكن نعمله مع بعض ومن اول سيشن هتلاقي فرق جامد، عشان هتشوف بعدين بشره يعني بيبي سكان، بشره صافيه ونادره وبيضه يعني، هتطلع بيبي سكان حلو قوي. عايزه بقى استفيد من خبرتك معانا النهارده وقولي لنا نصايح عشان جمال المراه والاهتمام بالبشره. شوفي بشكل عام يعني من جوه لبره، يعني البشره نعالج من جوه الاول. ايوه بتتغذى من جوه لبره. اوكي يعني مثلا اكل صحي، فيه خضار فواكه كتير،
بشرب مي، بشرب سوائل، نام كويس عشان النوم مهم برضو. يعني لو مش قادرين نعمل سبور وجيم وكده نمشي. اوكي. والعناية كل يوم يعني الديلي بتكون مثلا ما تناميش بالميك اب ابدا، ده دي جريمة طبعا. حق البشرة يعني. نضفي الميك اب، تحطي الكريم الليل، كريم النهار، الايس كونتور يعني، وتعملي تريتمنت يعني لو عندك بقى، ما تستنيش يبقى عندك مشاكل وكده وبتبدأي تعملي، ابدأي بدري هتلاقي نتائج حلوة قوي يعني. بدري اللي هو من امتى؟ من سن الجامعة مثلا؟ بصي قبل، هلا قبل شوي اتصلت بينا، عندها 17 سنة. 17 سنة، عندها مشاكل يعني، متوقع عندها مثلا تصبغات او عندها، ممكن من ثانوي يعني، من سنة نبدأ نهتم ايوه بالبشرة. بس مش بسن صغير دي يعني، كل سن وليه حاجة نعملها يعني، كل سن وله شيء طب يعني. كريم النهار وكريم الليل بيختلف من عمر لعمر، من 20 طبعا لل30 مثلا؟ طبعا، انت في ال20 مش زي ال30، مش زي ال40، مش زي ال60، انت بكل مرحلة من محتاجة حاجة اكتر يعني. كل ما يعني كبرنا شوي بالعمر الكولاجين بيبقى بيصير بينفقد من عنا من البشرة، ففي في بروسيدور او حاجة يعني، في اجراءات ممكن نعملها، نرجع للبشرة نضارتها، شبابها، نرجع الفيرمينج بتاعتها يعني، وحاجات كتير ممكن نعملها، وحاجات يعني احيانا مش يعني بسيطة يعني، مش يعني مش نروح لجراحات وهيك، حاجات تبقى بسيطة. انا بجد اتبسطت معاكي بالحلقه جدا النهارده، حبيبتي اتكلمنا عن مشاكل البشره، عن الحبوب، لو بشره غامقه، في ترهلات، في تجاعيد، هنعالجها ازاي. الحلقه الجايه ان شاء الله عايزه نتكلم عن مشاكل الشعر ماشي، ونعالجها مع بعض برضو. اوكي سؤال بقى بعيد عن موضوع الحلقه، ليه اوكي بيقولوا بنات لبنان حلوين؟ انت الحلوة. انت زي القمر. على فكرة المصريات عسل بجد يعني، فيهم ميكس كده يعني، بشكلهم بروحهم سبحان الله جمال يعني. جمال الروح. لا هل فيهم ميكس بشكلهم مميز يعني، فبس عايزين شوي يعني تعملي فوكس على حاجات معينة تركزي يعني، فتقدري تطلعي من البنت احلى ما فيها يعني، بالظبط. بميك اب، بعناية، بحاجات بسيطة يعني، ما شاء الله هن عندهم ملامح مميزة قوي قوي يعني. ميرسي، انتي نورتيني وانتي قمر، وفي حلقة حبيبتي تانية ان شاء الله نتكلم ان برضو شاء عن الله، مواضيع تانية كتير. نورتيني وشكرا ليكم، والى اللقاء يوم السبت الجاي ان شاء الله الساعة ان شاء 4. الله.